عامل ايه؟ عامله ايه يا حاجه؟ صحتك عامله الحمد ايه؟ لله بخير يا رب تكوني بخير الحمد لله وبصحه وسعاده. يا رب العالمين، احنا وانت والجميع. اي والله، طول ما بنشوف ناس جميله طيبه يعني وشها كده في القبول، احنا كتبت لنا السعاده. الله يخليك يا رب، الله رب يخليك. انت رحت حجتي ولا ايه؟ حاسه ان انت كده رحت الحج. يقبل خاطرك يا رب. اللهم امين اللهم امين. انا ناشفه اهو، ما فيهاش بني ادمين. وبعدين انا اصلا انا عامله منظرين، ممنوع عن جميع المسبك، ممنوع عن المسبكات والمواد الحريفه المسبكات والدهون، يعني والدهون. انا مش عارفه اتهنى بلقمه حلوه. طب انا انت طب مش عارفه تتهني بلقمه حلوه خالص؟ يعني انت، انا عايزه الباميه المسبكه دي باللحمه، عايزه الحاجه، مش عارفه الباميه عاملها زي البوظه كده، مش عارفه اكلها ولا استطعمها. والله استطعمها والله انا هعيط لك يا حاجه، هعيط والله العظيم. لسان العصفور بقالي من امبارح اكل في طبق. والله العظيم انت دمك زي الشربات. لا اصبري اصبري، انا عملت لك انا اهو، تمام ربنا يزيد. انا عملت لك انا نفسي اكل حته لحمه كده حلوه مسبكه بالبصل التقليه، مش عارف خلاص خفت من قله الاكل الحلو. لسه دكتور لسه لسه بقالك بقالك قد ايه عامله المناظير يا حاج؟ بقالي جعشه ايدي 15 سنه. إيه طب يا حاج انت يعني انت شايله المراره وعملت مناظير. انا فهمت كده. طب بصي اقول لك على شويه يعني اديكي يعني انت دلوقتي انت كل الفكره ان انت نفسك تهبري اللحمه المسبكه عارف، في كل ما اخد اي حاجه مسكنه ابقى اتنطط اتنطط لفوق ولتحت كده، لو خدت اسبرين اتنطط كده مش قادر. لا انا مش مش بتكلم قادر. مش بتكلم على المسكنات، بتكلم على هل انت حاليا دلوقتي انا نظام النظام الغذائي اللي انت فوق يا هلا الدكتوره. ايه انا بسالك ايه النظام الغذائي اللي انت ماشيه عليه حاليا؟ يعني الفراخ اللي جابت لنا المرض دي، الفراخ المهرمانة الصحن دي، واللحمه يعني حاجات بسيطه، وما باكلش مسبك، باكل حاجات كده بسيطه يعني. وانا تمام. باكل الفول والطعميه، الفول والطعميه ده فين لما اكل فول كل 3 اشهر مره بس، طب نكمل. والمخللات هرجعك تاني بقى عشان تكلمك. والمخللات دي مش باكل فيها قوي الحاج او الحاجات دي، والليمون بيتعبني برضك على معدتي. الليمون لو كلت ليمون ولو خل ما اقدرش انام، في القفشه تقفشني في صدري واسمع في ظهري من ورا. طب بتاخدي فيتامينات ولا حاجه يا حاجه؟ ما باخدش حاجه خالص خالص. ويعني انت فقط عايشه على الاكل طبعا الأرديحي المسبك، مش مسبكات ولا الحاجات الحلوه اللي توزن الدماغ، لا. طب ما اقول لك على شويه مكملات تجيبها من الصيدليه تظبط لك ده. اكتب لي اقول لك. بص يا حاج، بص اول حاجه هقول لك على فيتامين علشان يخليكي كده تزيدي طاقه. انا عارف انت ما شاء الله الطاقه 100 100 طالعه منك زي الفل، بس انا هقول لك على فيتامينات احنا بنكتبها للناس اللي بتبقى كبيره في السن، بتبقى دافعه قويه جدا ليهم ان هي تديهم طاقه ونشاط وحماس وحيويه ورشاقه ولياقه ولباقه. نفسك انت في حاجه زي كده عشان تقوم تتنططي زي الاطفال اللي قاعدين حواليك. انا عارفك نفسك تلعبي شويه، تعملي اي حاجه. انا بقضي النفس، مفيش حد هنا بيعمل لي الحاجه. يا حاجه انت يعني ما فيش حد دلوقتي يا حاجه. بصي هي وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، الحياه دي كلها متاع وهتعدي في لحظات ومش هيتبقى لينا الا العمل الصالح. صدقيني من لا يتبقى لينا الا العمل الصالح. وانت ست مكافحه طيبه ما شاء الله عليكي، بتبذلي جهد وبتعملي، ممكن الحياه تبقى متعبه شويه بالنسبه لك، بس صدقيني يعني يعني القاعدة إيه؟ إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. صح كده؟ إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الأهم إن إحنا نقول يا رب، الأهم إن إحنا نقول كده أهو، نرفع إيدينا كده ونقول يا رب،
وربنا هيسهل. هي بص العسر دايما، العسر دايما ده انه يجي 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 وبعد كده يروح ربنا فاتحها، ربنا يروح فارجها. اه الفرج ده من عند فرج ربنا، ده كبير قوي، كبير جدا. دي والله بصي هي حاجه ممكن تاخدي حقن، يعني فيتامين ب 12 ممكن تاخديه حقن، حقن فيتامين ب 12 ممكن مثلا وليكن تاخديها كده كجرعه وقائيه، هكفيل هتخليكي برضو هتظبط لك الدنيا خالص. كل شهر اخد واحده ولا كل 3 ايام؟ والله حقن فيتامين ب 12 ممكن نبدا بيها بجرعه، لو اعملي تحليل فيتامين ب 12 اعرفي النسبه قد ايه، وبناء على النسبه نقرر. لكن انت عايزه تاخدي جرعه علاج، لو انت عايزه تاخدي جرعه علاجيه يبقى لازم نشوف التحليل للنسبه بتاعتنا قد ايه، علشان اقول لك انا هاخدها فتره قد ايه. مثلا احيانا بنطلب من الناس يوم بعد يوم تاخد حقن فيتامين ب 12. يعني ولا تحلل ايه؟ تحليل فيتامين ب 12. احلل تحليل الفيتامين؟ نعم فيتامين ب. ماشي. فما فيش اي مشكله، ما فيش اي مشكله خالص. ماشي. عاديه مش زي القبصين والبرشام. جميله قوي، وهتديكي طاقه وهتحسن لك من عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي والحرق في الجسم، وتديكي برضه طاقه. فيتامين ب 12. ايوه. ماشي يا حاج، انا اتشرفت بيكي ومبسوط ان انا اتعرفت عليكي.